عقد البرلمان العربي جلسته الثانية ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واستعرضت الجلسة التي حضرها ممثلون عن المجالس التشريعية في الوطن العربي الظروف الراهنة في عدد من الدول العربية. وقد ترأس سعادة النائب عادل العاسومي نائب رئيس البرلمان العربي جانبا من الجلسة، واستعرض سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي مواقف السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم القضايا العربية، فيما ألقى المستشار عقيل صالح كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي.